هي وزارة التضامن أعلنت عن مسابقة بطل من بلدنا، نعم. وهي مخصصة للأفلام القصيرة، سواء كانت أفلام روائية قصيرة أو أفلام تسجيلية قصيرة. مدة الفيلم ما تزيدش عن 5 دقائق، ورصدت ليها جوائز مالية الأفضل في 6 أفلام، نعم. قيمة كل جائزة 10,000 جنيه لكل جائزة. مهم. وآخر موعد لاستلام الأفلام هو 25 سبتمبر الجاري. المسابقة بتتقسم ل3 محاور. أنت تقدر، أي شاب أو أي محترف يقدر إن هو يقدم على المسابقة من خلال 3 محاور داخل المسابقة، وهو بيتكلم عن قصة نجاح بتشكل بطولة في أي مجال، سواء كان اجتماعي أو ثقافي أو فني أو علمي أو رياضي. نعم. أو بيتكلم عن بطل من أبطال أكتوبر في عيون صانع الفيلم نفسه، سواء بيتكلم عن قصة عاشها أو شايف بطولة أكتوبر في نظره إزاي، سواء كان جده، سواء لو الشخص نفسه ده موجود وبيحكي عنه أو بورتريه عنه. والمحور الثالث هو بطل من وحي الأزمات. فبنشوف مثلا بطل في أزمة كورونا أو في أزمة اللاجئين، ودي بتشمل طبعا مبادرات المجتمع المدني أو أفراد قدروا إن هم يتدخلوا وقت الأزمة ويبقوا أبطال. طريقة التقديم بتبقى من خلال الإيميل اللي تم وضعه على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي، وهو october6.mostcontest@gmail.com. يقدر إن هو يرفع الفيلم بعد ما بيخلصه على مثلا لينك جوجل درايف، أو بيبعت لنا في مظروف على عنواننا في 19 شارع المراضي بالعجوزة، ويقدر إن هو يتواصل من خلال حتى الواتساب أو السوشيال ميديا ويبعتوا لنا اللينك على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي. طيب قبل ما ننتقل من النقطة دي، فأنا بحضرتك قلت إنه ممكن يتواصل عن طريق الواتساب، فبالتالي في رقم مظبوط؟ الرقم الرقم هو 012-235-69883. نقول الرقم تاني، 012-235-69883. ويمكن الوزارة بتسعى من خلال المسابقة دي، لأن يمكن حتى معالي الوزيرة دكتورة نبينا القداشي، وده يمكن الرسالة بتاعتنا، إن احنا بنحاول نرفع وعي المواطن البسيط من خلال الفن ومن خلال السينما بشكل عام، لرفع وعيه بقضايا التضامن الاجتماعي. والوزارة يمكن ليها باع في الإنتاج المحتوى الفني من أفلام تسجيلية. احنا وصلنا لحد النهاردة لأكثر من 100 فيلم تسجيلي خلال الثمان سنوات الماضية، قدرنا إن احنا نحكي بيها قضايا الاجتماعية والتنمية في ملفات عديدة في الحماية والرعاية والتنمية داخل وزارة التضامن الاجتماعي. هايل يا فندم. طيب بكل تأكيد في شروط لهذه المسابقة أو للتقدم لهذه المسابقة، لو حضرتك تطلعنا يا فندم وتطلع السادة المشاهدين الشروط المقررة على المتقدمين للمسابقة اللي لازم تكون متوفرة إن كان في الشخص أو حتى في العمل الفني. اي حد يقدر ان هو يقدم على المسابقه، ان الفيلم ما تكونش مدته اكتر من 5 دقائق، بيصور باي معده تصوير هو يقدر ان هو يحكي بيها قصته التسجيليه او حتى الروائيه القصيره، حتى ولو بجوده صوره الموبايل. يقدر ان هو يعني يوصل لنا ابداعه بشكل مختلف، يقدر ان هو يخاطب بشكل ثالث النشء والشباب، ان يكون صالح طبعا للنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وزي ما قلنا الموضوعات في ال3 محاور، كل محور يبقى فيه جائزتين، سواء كانت قصه النجاح او بطل من ابطال اكتوبر او بطل من وحي الازمات. نعم. طيب استاذ مهند، عاوز اعرف من حضرتك اعمار المشاركين، هل هي اعمار محدده ولا مفتوحه، ما فيش سن معين مقيد بالمشاركه بهذه المشاركه او في هذه المسابقه تحديدا، وماذا عن حقوق الملكيه الفكريه كمان؟ الفيلم مفتوح لاي حد حابب ان هو يشارك. وبالنسبه لحقوق الملكيه الفكريه، هو طبعا بدخول المسابقه هو يعني
بيخول الوزاره ان هي تنشر هذا الاعمال اللي هتكسب على صفحتها على وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدامها سواء عرضناها في محافل مختلفه، سواء يوم عرضها ان شاء الله في الاحتفال اللي هنقيمه لتوزيع تلك الجوائز، او في استخدامها على السوشيال ميديا بشكل عام. طب برضو حابين نعرف من حضرتك يا فندم عدد الجوائز داخل مسابقه الاعمال الناجحه وكمان قيمه هذه الجوائز. احنا عندنا 6 جوائز ماليه لافضل 6 افلام، وقيمه الجائزه الواحده 10,000 جنيه. ده اللي موجود حاليا في كل قسم منها من الـ3 اقسام هيبقى فيه جائزتين.